السلام عليكم. هنبدأ المحاضرة الثالثة في الكورس بتاع كمبيوتر مايكرو بروسيسور ABR مايكرو كنترولر. هنستكمل اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، كان الكول انستراكشن، وهنتكلم عن الكول انستراكشن بالتفصيل. فكرة الكول انستراكشن، انت بتكول سب روتين، بتتنقل من السيكونس اللي انت شغال فيه لسب روتين، بتروح تنفذه وترجع تاني تكمل بقية البروجرام او من مكان ما انت كنت واقف. طب الكول ليها 3 انواع، في الكول العادي او اللون كول، وفي الريلاتيف كول، وفي الاندايركت كول، وفي الاكستندد اندايركت كول تو زد، وهنشوف ال4 انواع بالتفصيل. طيب اول حاجة اللي هي الكول انستراكشن، وده بيبقى لونج كول، وده اطول انستراكشن في الكول ممكن تستعمله، وكذلك اكبر انستراكشن في الكول انستراكشن في السايز، بياخد 4 بايت يعني 32 بت، منهم 10 بت بيكونوا للاوبكود، و22 بت الباقيين بيكونوا للادرس اللي انت هتجامب عليه. 22 بت في الادرس معناه ان هو بيخليك تجامب، يعني انت واقف في مكان او في اللاين او في الادرس اللي انت هتكول فيه او اللون كول فيه، انت ممكن انت جامب لحد 4 ميجا ادرس بيس، يعني 4 مليون ادرس ممكن انت جامب عليهم من 0 لحد 3 5 اف. ده جوه الاي بي ار. طيب فكرة الستاك بوينتر بتشتغل ازاي؟ فكرة الستاك عامة بتشتغل ازاي؟ الستاك هي بيكون جزء من الرام، وبناخد الجزء دوت بنبتدي نستور فيه ادرس، بس الادرس دوت لازم نبقى عارفين احنا سجلنا ايه وهنرجع له ازاي، فسجلتها في انهي ادرس وهترجع لها امتى، بتسجلها فين؟ بتسجلها في حاجة اسمها الستاك، وبتشاور عليها بايه؟ بتشاور عليها بالستاك بوينتر. بس الستاك بوينتر هنا بيسجل ادرس، واتفقنا الادرس اللي عندنا ممكن يكون اكتر من 8 بت، لان اللوكيشن الواحد بيشيل 8 بت، فالستاك بوينتر على الاقل بيبقى 16 بت، او ممكن يكون اكتر كمان من 16 بت. في الحاله دي الستاك بوينتر هيتقسم لتو ريجستر، ستاك بوينتر لو وستاك بوينتر هاي. الهاي ريجستر ال8 الموست سيجنيفيكانت بت، وال8 اللو او الليست سيجنيفيكانت بت في هنا، والموست سيجنيفيكانت بت هيكون في الاخر هنا، فيكون 2 بايت. الستاك بوينتر هيتقسم على 2 بايت. وال2 بايت هيتكتبوا في 2 ريجسترز. لما اجي استور الادرس جوه الستاك، ففي الحالة دي احنا ممكن ان احنا نسجل الداتا او الادرس جوه الستاك بوينتر، بحيث ان نستعمل حاجة اسمها توب اوف ستاك، زي كده ما يكون في ستورج ومنستور الادرس، ففي الحالة دي بيكون هو التوب، اول حاجة جاي عليها الدور، او بمعنى تاني لما بنيجي نعمل لها ريكول او نيجي نعمل ريتريف للادرس، فبنستعملها لاست ان فيرست اوت، اخر حاجه كانت موجوده هي اول ادرس هيخرج معانا وهنروح عليه. عشان نستور الادرس جوه الستاك بوينتر في الحاله دي بنستعمل الانستراكشن بتاع بوش للادرس جوه الجنرال بيربوس ريجستر. في الحالة دي الادرس اللي احنا هنجمب عليه لازم بيكون موجود جوه جنرال بيربوس ريجستر من R0 لحد R31، وبنبتدي نعمل له بوشنج جوه الستاك ميموري. على سبيل المثال بوشنج او بوش R10، يبقى في الحاله دي هنستور الفاليو بتاعت ريجستر R10 جوه الستاك، وهندكريمنت الستاك بوينتر بمقدار 1، لان الستاك بوينتر كان بيبقى مشاور هنا،
لما حصل ستور للادرس بتاع ال R10 في الحاله دي بيحصل ديكريمنت للستاك بوينتر، وده على عكس انواع تانية زي ال 851 وزي البيك. الستاك بوينتر بيبتدي انكريمنت، لان الستاك بوينتر في حاجه زي البيك مثلا بيبتدي عند 07، لكن هنا الستاك بوينتر ممكن احنا نبتدي نعمل له ادجاست على اخر مكان في الرام زي ما نشوف كمان شويه. بعد ما عملت ستور للادرس حبيت ان انا اعمل له ارجع استخدمه تاني، ارجعه تاني جوه البروجرام كاونتر. في الحاله دي بستعمل بروسيس اسمها بوبينج للستاك او بوبينج فروم الستاك، فبنسترجع تاني الادرس تاني من الميموري عن طريق لاست ان فيرست اوت، اخر ادرس موجود هو ده اللي هيخرج معانا، والانستراكشن او السنتكس بيكون بوب للريجستر اللي هي جنرال بيربس ريجستر، وبتكون بوب R16. في الحاله دي هنكريمنت الستاك بوينتر تاني، وهنبتدي نلود الفاليو اللي كانت موجوده جوه الستاك بوينتر على ريجستر يبقى دي هنا مكتوبة غلط، دي مفترض تكون R10، دي هنا مفترض تكون R10 مش R16. ناخد مثال عشان نبتدي نشوف ايه اللي بيحصل جوه الستاك بوينتر والادرس بتاع الستاك بوينتر بيتم ازاي. اول حاجة من انكلود دي الدايركتيفز للاسمبلر، ما بتحجزش اي مكان في الليست فايل دي، بس عشان الاسمبلر يتعمل بيها. فمن انكلود السيريز اللي احنا شغالين عليها اللي هي الميجا 32 ديفينيشن، ودوت اورج دوت زيرو برضه نفس الكلام بيكون دايركتيف تبع الاسمبلر. بعد كده كومنت انيشاليز الستاك بوينتر تو ذا لاست لوكيشن اوف رام، فانا عايز اخلي الستاك بوينتر بيشاور على اخر مكان جوه الميموري عندي. يبقى في الحاله دي في امر اسمه هاي رام اند، رام اند بجيب اخر بايت جوه الرام وبقسمه نصين لو بايت وهاي بايت او هاير بايت. الهاي بايت اكتبها عن طريق ان اكتب هاي وافتح قوسين واكتب رام اند واعمل لها لود جوه ريجستر 16، وبعد كده الاوت من ريجستر 16 على الستاك بوينتر. الخطوه اللي بعدها لود ميديت، برضو هاخد الفاليو اللو بتاعت الرام اند اللي هي اخر لوكيشن في الرام، وابتدي اخد اللو بايت واسجلها جوه ريجستر 16 من ريجستر 16 على الستيك بوينتر لو. طيب الخطوه اللي بعد كده لو هلود على ريجستر 31 اللي هي جوه ال جنرال بيربوس ريجستر اللي جوه الرام، عملت لود عليها بزيرو كانها عملت لها كلير يعني. وبعد كده هلود على ريجستر 20 0x21 وعلى ريجستر 22 0x66، فعملت لود على الثلاثة ريجستر بـ different values. وبعد كده أعمل بوشنج للفاليو بتاعت ريجستر R20، ففي الحالة دي أنا هاخد الأدرس بتاع R20 مش الأدرس اللي هو واقف عنده، لأ ده الأدرس اللي بعده اللي متسجل جوه البروجرام كاونتر، وأروح أسجله جوه الستاك بوينتر، أسجله جوه الستاك بوينتر. يبقى بعد الانستراكشن بتاع لود R22 بـ66 كان ريجستر 20 ب 21 هكسا، ريجستر 22 ب 66 هكسا، وريجستر 31 ب 0 هكسا، والستاك بوينتر كان واقف عند اخر مكان في الرام اللي هي 085F. الخطوه اللي بعد كده بوش لل R20، في الحاله دي هاخد الادرس بتاع ال R20، الادرس بتاع ال R20 وهسجله جوه الستاك بوينت، بس الادرس ده فين؟ انا مسجله جوه الريجستر. يبقى في الحاله دي هياخد الفاليو بتاع 21، ياخد الفاليو من ريجستر 20 ويسجل 21 جوه الستاك بوينت. في الحاله دي هلاقي ان الستاك بوينتر حصل له ديكريمنت، قل بقى 85E. طيب الخطوه اللي بعد كده بوش R22، برضو هاخد نفس الفاليو اللي جوه ال R22 واسجلها جوه الستيك بوينتر، ويحصل ديكريمنت للستيك بوينتر بمقدار 1 فتبقى 085D. فبقى جوه الستيك بوينتر في 2 لوكيشن اوكيبايد، والستيك بوينتر بيشاور على 85D.
خطوة اللي بعد كده لود ميديت R20 0 فبعمل كلير ل R20 و R22 فبقت هنا 0 0 0 والستيك بوينتر واقف هنا. بعد كده بوب لي R22 يبقى في الحالة دي هاخد آخر أدرس كان موجود وابتدي أعمل موف على R22 فحصل اللود ل 66 على R22 وحصل انكريمنت للستيك بوينتر فاليو. كذلك بوب R31 فعملنا بوبنج للفاليو بتاعت R21 سوري انا غلطت في اللي قبلها دي ال 66 هي اللي اتنقلت جوه ال R22 وال 21 اتنقلت جوه ال R31 والستيك بوينتر رجع تاني بقى حصل له انكريمنت فبقى ب 085F. لما اجي انيشيلايز الستيك بوينتر لما نيجي انيشيلايز الستيك بوينتر فنلاقي ان اول ما نشغل اي في ار ونوصل له باور فنلاقي ان الفاليو بتاعت الستيك بوينتر بتبقى واقفه عند 0 عند الادرس بتاع الريجستر R0. فالمفترض ان انت في الحاله دي بتنقل الستيك بوينتر لاي مكان جوه الستاتيك رام. وكل ما بنبتدي ان احنا نستور ادرس جوه الستاك بوينتر في الحاله دي بيحصل ديكريمنت للستاك بوينتر. احنا بنتكلم برضو ان الرام اند قسمها على الستاك بوينتر اللي هو الستاك بوينتر هاي في شيء جديد. وفي بعد كده مثال نشرح فيه البوشنج والبوب انستراكشن. هنبتدي دلوقتي نتعامل مع سب روتين. هنبتدي نقول سب روتين وبعد ما سب روتين يخلص يبتدي يرجع تاني للمين بروجرام. واتفقنا الستاك بوينتر بيتقسم الستاك بوينتر اللي هو ستاك بوينتر هاي لان البروجرام كاونتر بيكون في العادي 16 بت وفي انواع بيزيد فيها عن 16 بت بيبقى في الحاله دي بيتقسم الادرس ل 3 بايتس. فبرضه في الحاله دي هتقسم الستاك بوينتر ل 3 بايت الاولاني الهايست بايت هو اللي هيتسجل اولاني وبعد كده الميدل وبعد كده اللاست هو اللي هيتسجل اخر واحد. مثال على الكلام ده لو حبيت نعمل توجل لكل البيت اللي موجود على بورت بي عن طريق ان ابعت فاليو 55 هكس اللي هي 1010100 وبعد كده ابعت اي اي اللي هي 01010101 كان انا عملت توجل بقلب ال 1001 باستمرار. يبقى في الحاله دي انت عايز تدخل انفاينايت لوب وبوت تايم ديلي بتوين ايتش ايشو اوف داتا تو بورت بي وتدي ديلي كده عشان ايه العين البشريه تلاحظ لو في اختلاف الليد وهي بتنور وتطفي. اول حاجه انكلود المايكرو كنترولر اللي احنا شغالين عليه وهنبتدي من اول لوكيشن في الميموري بتاعت الرام وهنلود R16 بالهاي بتاع الرام اند وبعد كده نعمل لود من R16 على السيريال على الستاك بوينتر هاي وهنلود بعد كده اللو بايت على R16 وبعد كده نعمل لها موف على الستاك بوينتر لو وبعد كده هنبتدي نخلي الليبل ده نعرف جبناه ازاي. هنلود الفاليو 55 على R16 وبعد كده نبعتها على بورت بي. واحد يقول لي طب ليه ما بعتناش مباشرة على بورت بي؟ لازم في الاوت انت بتموف من جنرال بيربس ريجستر للبورت اللي عندك وبعد كده هنكول الديلي. الكول هنا هنبتدي نشرحه بالتفصيل بس نكمل بقية البروجرام. بعد ما الديلي بيتم بترجع تاني تبعت الاي اي على ريجستر 16 وتبعت على بورت بي فكان انت عملت توجل من الخطوه دي والخطوه دي. الخطوتين دول المفترض ان انت عملت فيهم توجل وبعد كده هتنده على الديلي تاني و ريلاتيف جامب على الباك. في الحاله دي هترجع تاني على نفس الباك اللي انت سميتها عشان انت ترجع تاني تعمل لود ال 55 وتبتدي تعمل لها لود على بورت بي والديلي وتبعت اي اي على بورت بي وتعمل لها ديلي تاني.
طب هو انا ليه استعمل ريليتيف جامب، ليه ما استعملش الجامب العاديه؟ عشان هنا يسيف البايت، يوفر في المساحه بتاعت البروجرام، ما ياخدش مساحه اكبر فما يديش ديلي اعلى. يبقى في الحاله دي ثبتنا البروجرام لحد هنا، هنبتدي نكتب الديلي. ف هيبقى هنا دوت اورج دوت 0 اكس 30 300. في الحاله دي ابتديت من عند 300 هكسا. وليه 300 هكسا؟ عشان جيت في اخر الميموري كتبتها. كان قبل كده طبعا الهاي ليفل بروجرامنج زي سي بلس بلس مثلا بتحل المشكله دي عن طريق ان انت بتكريت فانكشن، والفانكشن دي تبتدي تعملها كود عن طريق اسم الفانكشن. بس في الاسمبلي كان لما تيجي تعمل كول كان لازم في نهايه الكول تكتب ريتير، لازم في نهايه الكول تكتب ريتير. قدام هنعرف في الانتربت ان برضه في حاجه اسمها ريتيرن اي، ريتيرن اي ان هو بيرجعك من الانتربت، لكن لحد دلوقتي الريتيرن دي بنستعملها في الكول انستراكشن العادي. في الحاله دي اجين نو اوبريشن مرتين. نو اوبريشن هنا فايدتها ايه؟ هو امر كده فايدته ان هو بيضيع وان ماشين سايكل. يبقى نو اوبريشن، انت كتبت نو اوبريشن مرتين فبتدي ليه، وبعد كده ديكريمنت الار 20. انت عملت في الاول لود الار 20 ب 0 اكس اف اف، يبقى انت عملت لها لود ب 255، فهتفضل تكاونت يديكريمنت الار 20 يلاقي برانش اف نوت ايكوال. لو ان القيمه بقت ب 0 فالزيرو فلاج هيبقى ب 1، لكن هو بيلاقي زيرو فلاج ب 0، يبقى في الحاله دي بيرجع تاني على الاجين. هيفضل يلف هنا كام مره؟ يلف هنا 255 مره اللي هم بتوع 0 اكس اف اف. بعد ما خلص هيخرج منها يلاقي الريتيرن، يرجع تاني على البروجرام. رجع على البروجرام هيبتدي يلود الفاليو اللي بعدها سواء هنا او هنا. يبقى في الحاله دي بيريتير البروجرام تاني. يبقى ده هنا بنسميه سب روتين. يبقى الديلي هنا الكول بتاع الديلي بنسميه سب روتين. طب يفضل نعرف الستاك بوينتر او نبتدي الستاك بوينتر نعملها انشيلايز فين؟ في العادي ان انت ما تعملهاش انشيلايز لا في الجنرال بيربس ريجستر اللي في الاولانيه، ولا في لا في الجنرال بيربس ريجستر، ولا في السبيشال فانكشن ريجستر اللي هما بينتهوا عند الخمسة اف، اللي هما بينتهوا عند الخمسة اف. يبقى تبتدي من اللي بعدها على طول، ممكن تبتدي من اول 0 اكس 60، ممكن تبتدي سيت البوينتر بتاع الستاك بوينتر، مفيش اي مشاكل. عشان لو حبيت ان انت تتعامل مع الجنرال بيربس ريجستر من ار 0 لحد ار 31 او مع السبيشال فانكشن ريجستر. لو حبينا نحلل البروجرام اللي قدامنا هنا، بس احنا هنا جايبين الليست فايل. الليست فايل هنلاقي ان الانكلود والاورج دي ما بتكتبش وما بتاخدش اي بايت في الميموري بتاع الروم، يعني دي حاجات خاصة بالاسمبلر، البرنامج اللي انت بتكتب عليه كود الاسمبلي. لود اتكتبت فيه اول 2 بايت او اول بايت عشان هي بتاخد 1 بايت، والاوت اتكتبت فيه 1 بايت، واللود ايميديت 1 بايت، والاوت 1 بايت، وبرده الليبل ما بياخدش اي مكان في الميموري، ممكن نكتبها هنا مفيش اي مشاكل. اللود ايميديت برده خد 1 بايت والاوت 1 بايت، والكول خدت 2 بايت. الكول انستراكشن هنا خد 2 بايت، عشان كده اللي بعدها بقى 8. واللود ايميديت خد 1 بايت، والاوت خد 1 بايت، والكول خد 2 بايت، عشان كده بقت A B C. العدد اللي بعد كده ال C اللي هي ريليتيف جامب. وجوه الديلي نفس الكلام، هنا ياخد 1 بايت 1 بايت 1 بايت وديكريمنت 1 بايت، والبرانش اف نوت ايكوال برضه 1 بايت، والريتير 1 بايت. طيب فلو حابين ان احنا نعملها انلايز اكتر، هنفترض ان الستاك بوينتر زي ما احنا كتبنا هنا، احنا سجلنا ان هو اخر مكان في الميموري، فهو افترض ان الميموري هنا اقصى ادرس فيها 0x85f، ودي معناها الستاك بوينتر واقف عند الادرس الاخير في الميموري، وعمل لود للفاليو بتاعت ار 16 وعمل لها برنت على بورت بي.
وندى هدلي. فلما بيجي ندى هدلي هنا القيمه اللي هتروح للستاك بوينتر مين؟ اللي جوه البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر بيبقى بيشاور على اللي عليه الدور بعد كده اللي هو اللود ميديت ار 16 0 اكس اي اي. يبقى في الحاله دي الادرس اللي هيتكتب هيبقى 0008 اللي هو الادرس ده. بس بنكتب الاول هاير بايت اللي هي 00 وبعد كده اللور بايت اللي هي 08. ويبقى الستاك بوينتر بقى بيشاور على 85 دي. الخطوه اللي بعد كده في الكول انستراكشن اللي بعدها نفس الكلام هيكون هنا في السي في البروجرام كاونتر اللي هتكتب في بعد ما خلاص خلص الكول وراجع من الريتيرن هيروح بعد كده يسجل الزيرو سي. طبعا هيسجل الهاير بايت اللي هي 00 بعد كده 0C جوه الستاك بوينتر. وفي الحاله دي الستاك بوينتر هيحصل له ديكريمنت بعدتين هيبقى عند 2 بايت قبل كده فهيبقى 85 دي. طبعا ممكن ننفذ اكتر من كول سب روتين في نفس البروجرام مفيش اي مشاكل لان الكول عندنا هنا يعتبر لون كول فممكن هو يجامب لحد 4 مليون وورد فممكن تكون سب روتين 1 وسب روتين 2 وسب روتين 3 وسب روتين 4 ومع كل سب روتين هتلاقي في النهايه ريتير. تاني نوع من انواع الكول الريلاتيف كول. والريلاتيف كول بتبقى 2 بايت انستراكشن مش 4 بايت زي اللونج كول او الكول العادي. فده معناه ان احنا هنلاقي بس في 12 بايت ل من ال 2 بايت او من ال 16 بايت عشان الادرس. فده معناه ان هو ممكن يموف في 4 كيلو. ال 4 كيلو دول من اول ماينس 2048 لحد بلس 2047. فلو حابين نكتب بروجرام عشان يكاونت من 00 لحد اف اف ويبعت العده على بورت بي اللي هي من 00 لحد اف اف او من 00 لحد 255 فعايزين نستعمل كول سب روتين عشان ما نفضلش نكتبها كذا مره. هي كول سب روتين تبتدي تروح تنده لها كل مره. ونضيف كول كمان عشان الديلي وهنضيف كول كمان عشان التايم ديلي. يبقى احنا في الحاله دي هنحط كول جوه كول. فنبص ايه اللي هيحصل برضو هنا. فهنبتدي المين بروجرام عرفنا ال انكلود لل السيريز اللي احنا شغالين عليها وديفاين كاونت ايكوال ار 20 وهنا دي غير ايكويت. ايكويت ما بنستعملش علامة اليساوي. ايكويت ما بنستعملش علامة اليساوي. فهنا دي زي الديفاين جوه السي بلس بلس جوه السي او المايكرو سي. فدي زيها برضو هنا ديف دوت ديف ودوت اورج نفس الكلام. يبقى ريجستر ار 20 دي اللي هي الكاونت وبعد كده نعرف الرام اند والرام اند هاي ولو ونعرفهم على الستاك بوينتر هاي ولو ولود امديت كاونت زيرو. فاحنا في الحاله دي من كلير الكاونت وهنقول ديسبلاي و ريليتيف جامب على البيك. فيبقى احنا هنا دخلنا في انفاينايت لوب كده هتفضل شغاله طول ما في باور واصل للبروجرام هيفضل شغال باستمرار جوه اللوب دي. طيب وفي كل مره هيكول الديسبلاي. طب جوه الديسبلاي هيروح على الكول اللي اسمها ديسبلاي هي انكريمنت الكاونت هيزود الكاونت بعده واللي جوه الكاونت هيخرجه على بورت بي واللي جوه الكاونت هيبتدي يخرجه على بورت بي. يبقى لو كانت زيرو هنا فعمل لها انكريمنت هنا وبعد كده بعتها على بورت بي وبعد كده يروح ينده على الديلي. فيروح على الديلي هي انشيلايز ريجستر 16 بي 0 اكس اف اف عشان يعد 255 عده و
هيبتدي يعد نو اوبريشن مره الثانيه الثالثه وديكريمنت ار 16 وبعد كده برانش اف نوت ايكوال على مين على ار 16 على اجين. يبقى هو هنا يديني ديلي قد ايه؟ هو يعد كام عده؟ هو هنا في كل لوب جوه الاجين هو بيعد 1 2 3 4 والبرانش 5. يبقى الخمسه دي هتتكرر كام مره؟ 25 سايكل هيكرروا فيه 255 مره. فأول مرة راح على الديسبلاي كان الدور على مين؟ أول مرة راح في الديسبلاي كان الدور على الريلاتيف جامب. فياخد الادرس بتاع الريلاتيف جامب يروح مسجله جوه الستاك بوينت اللي هي 007 0007 فتسجلت والستاك بوينت حصل لها ديكريمنت ب 2 بايت. بعد لما عمل جامب بعد ما عمل كول تاني على الديلي فاللي كان عليه الدور اللي هي الزيرو زيرو زيرو سي فبرضو سجلها جوه ال ستيك بوينتر. والستيك بوينتر في الحالة دي بقى 8 5B. بعد ما خلص البرانش نوت ايكوال اجين هيروح على ريترن. ريترن هنا يبتدي يروح يجيب لاست ان فيرست اوت فيجيب اول ادرس موجود اللي هو 000C ويروح من عنده وهيلاقي في ريترن انستراكشن. الريترن انستراكشن هيبتدي يرجعه تاني على ال كول ديلي وبعد كول ديلي هيلاقي ريترن انستراكشن تاني هيبتدي يرجعه برضو على الريلاتيف جامب باج فيبتدي تبقى الستاك بوينتر يحصل لها انكريمنت تاني وترجع للنورمال كونديشن بتاعها اللي هي 85 اف. لو حبيت اعيد كتابه مثال 9 بشكل محسن بحيث ان هو يستهلك ماشين سايكل اقل فيبقى اسرع في التنفيذ وما يبقاش ابطا. هنعيد نفس البروجرام هنعرف الستاك بوينت لو هاي وهنلود ار 16 بزيرو اكس 55 وهنكمبلمنت ار 16 هنقلبها على طول ونبعتها على بورت بي بدل ما كنت بتنقل ار 55 اكس على ار 16 بعد كده تنقل على بورت بي وبعد كده تندع الديلي وبعد كده تبعت AA على R16 وبعد كده تبعتها على بورت B وبعد كده تندع الديلي. لا هنا هنجيب كومبلمنت على طول لR16 وبعد كده ننقلها على بورت B مباشرة وبعد كده هنندع الديلي نفس الديلي اللي احنا معرفينه هنا وبعد كده ريلاتيف جامب على الباك. لو افترضت ان انت اشتريت مايكرو كنترولر اي في ار والميموري 4 كيلو روم فلاش روم او اللي هي البروجرام ميموري 4 كيلو فهتستعمل ايه الاسهل لك في البروجرام؟ تستعمل الكول انستراكشن ولا الريلاتيف كول؟ مين اللي هيبقى مور يوزفول في البروجرامينج وانت بتبرمج الشريحه دي او الاي في ار مايكرو كنترولر؟ اكيد الاحسن هتستعمل ريلاتيف كول لان هو بيكون الرينج بتاعه ممكن ان انت تموف في 2 بايت لان هو 2 بايت انستراكشن فممكن ان انت تموف في 2 كيلو اب او داون ففي الحاله دي هيكون الاسهل لك هيكون الريلاتيف كول. طيب تالت نوع من انواع الكول الاندايركت كول. الاندايركت كول هو نفسه الريلاتيف كول بس مع اختلاف بسيط اللي هو ايه؟ في الريلاتيف كول احنا كنا بنعمل جامب نرجع كده تاني هنا كنا في الريلاتيف كول او في الكول العادي عامة كنا من جامب على الادرس اللي بالليبل لكن جوه
كنا بنجامب على الادرس بتاع الديلي اللي هو كان 300 هكس. لكن في الاندايركت، طيب ثالث نوع من انواع الكول الاندايركت كول، وهي زي الريلاتيف كول وزي الكول عادي، بس الريلاتيف كول والكول عادي كنت بتحدد ليبل، والليبل ده كان ستاتيك، فكنت تكتب مثلا كول او ريلاتيف كول ديلي، فيروح على الليبل اللي هو عارف ان العنوان بتاعه مثلا فيه ادرس 300 هكسا مثلا، هو ثابت. لكن الاندايركت كول انت ممكن دايناميك، ممكن انت تعدل القيمة بتاعت المكان اللي انت هتعمل عليه جامب عن طريق ان انت بتغير الفاليو بتاعت الزد ريجستر. والاندايركت كول هنا بيكون 2 بايت، فممكن ان انت جامب عن طريق ان انت بتعمل لود لقيمة الزد ريجستر جوه البروجرام كاونتر. والبروجرام كاونتر في بعض الانواع من ال اي في ار ممكن هو بيكون 3 بايت، ده بيكون انترنال ميموري بيكون 8 ميجا. ففي الحاله دي ظهر امر اسمه اكستندد اندايركت كول، برضو بتكتب الزد ريجستر في اول 2 بايت، وبيجيب ريجستر من السبيشال فانكشن ريجستر اللي هو EIND register، وتبتدي تكتبه في الهاير بايت من البروجرام كاونتر، وبتكتب فيه من 0 لحد 5 بس عشان ان هو بيكونترول توقع لي الادرس او الماكسيم ادرس اللي انت ممكن تعمل بيها جوه الاي بي ار. فدول الاربع انواع بتوع الكول انستراكشن. لو حابين نحسب التايم ديلي وحاجه اسمها الانستراكشن باي باي، تايم ديلي بيتحدد بحاجه أساسية. أول حاجة تحدد لنا تايم ديلي كريستال السليتور اللي احنا شغالين بيها، اللي بتوصل على XTL1 وXTL2 بين، ودي الأساس واحنا بنكريت بيها التايم ديلي. لو في أي أبلكيشن محتاجين في نظبط ديلي ثانية ثانيتين ثلاثة، بيتظبط عن طريق بناء على الفاليو بتاعت كريستال السليتور. طب في حال إن السيستم اللي احنا شغالين عليه older و the number of instruction cycle كتيرة، يبقى في الحالة دي ممكن ان احنا improve الديزاين بتاعنا عن طريق ان احنا نستعمل هاربرت اركتكتشر و ريسك اركتكتشر، ونستعمل pipeline عن طريق ان احنا من overlap ال feature وال execute instruction. يعني ايه pipeline؟ بايبلاين من اول سيريز لما ابتدت في استعمال الريسك اركتكتشر او الهارفرد اركتكتشر، كان زمان في نون بايبلاين في السيسك اركتكتشر كان لازم تفيتش الاول في ماشين سايكل وتكزكيوت في ماشين سايكل تانية، وتفيتش في ماشين سايكل وتكزكيوت في ماشين سايكل، نفس الكلام هنا وهنا. فظهر البايبلاين، ظهر البايبلاين، والبايبلاين كان بيفيتش اول انستراكشن ويفيتش التاني وهو بيكزكيوت الاولاني. فدي فكره البايبلاين، دي فكره البايبلاين. كان عندنا اكتر من داتا باس او اكتر من باس، كان في باس للداتا وباس للادرس، فكان ممكن انت تفيتش الانستراكشن التاني وانت بتكزكيوت الانستراكشن الاولاني، ودي اللي بيسموها instruction overlapping. بس الليميتيشن الوحيد على البايبلاين ان انت بتبقى محكوم بأبطأ مرحلة في البايبلاين. يعني ايه؟ يعني لما تيجي مثلا تفكر الكتاب ده مثال، وانت بتيجي تعمل بيتزا فبتجيب عجينة، وبعد كده العجينة دي بتتساب فترة وبعد كده تبتدي تدخل الفرن. فسي مثلا هي بتاخد جوه الفرن 20 دقيقة. لو ان انت عندك ثلاث افران جنب بعض، هل هتقدر ان انت تسرع عملية تسخين البيتزا او ان البيتزا تستوي؟
على 20 دقيقة؟ لا، انت ممكن تكريت كذا بيتزا بارل مع بعض، لكن في النهاية الأبطأ مرحلة عندك اللي هي التسوية بتاعت البيتزا. نفس الكلام هنا، الليميتيشن بتاع البايب لاين هنا ان السبيد بتاع التنفيذ بيبقى محكوم بأبطأ ستيج في البايب لاين. يعني لو الاكزيكيوشن ده يخلص مثلا في 1 ماشين سايكل والفيتش ياخد 2 ماشين سايكل، يبقى كله هيمشي على الاثنين ماشين سايكل، او مفيش حاجه تتم لحد ما الاثنين ماشين سايكل يخلصوا طبقا لابطا عمليه. طيب انا عملت فيتش في الاكزيكيوت، ايه اللي بيتم؟ الاكزيكيوت بيتم فيها ثلاث حاجات، ان انت بتريد الاوبراند وبتبروسيس الاوبراند دوت، وبعد كده بترجع تاني تكتبه على الريجستر اللي عندك. على سبيل المثال لو ان انت بتجمع رقمين، فانت بتريد التو اوبراند وبعد كده تعملهم بروسيس وبعد كده تكتبهم تاني على الديستنيشن بتاعك. من ضمن المزايا بتاعت الاي بي ار ان الوان ماشين سايكل بيتكون من وان اوسيليتور بيريود، يعني الكلوك من الكريستال اوسيليتور تدي 1 ماشين سايكل، على عكس حاجه زي ال 8051 كان بياخد كل 12 ماشين سايكل، الماشين سايكل واحده بتاخد 12 اوسيليتور بيريود، وجوه البيك مثلا كان بياخد 4 ماشين سايكل، الماشين سايكل بتاخد 4 اوسيليتور بيريود عشان هو يبتدي يكاونت الانستراكشن ده. فلو ان الكريستال اوسيليتور جوه الاي في ار 8 ميجا هرتز، يبقى في الحاله دي الانستراكشن سايكل الامر الواحد بياخد وقت قد ايه عشان يتنفذ؟ 0.125 مايكرو سكند او 125 نانو سكند. طب لو 16 ميجا ياخد 62.5 نانو سكند، ولو 10 ميجا هرتز ياخد 100 نانو سكند، لو 1 ميجا هرتز ياخد 1 مايكرو سكند. يبقى كل لما القيمه بتاعت الكريستال اوسيليتور بتزيد، كل ما الوقت اللي بيستهلكه في تنفيذ الانستراكشن بيقل ولا لا؟ بيقل. زي ما اتفقنا ان بيبقى فيه ليميتيشن ان لازم الاكزكيوشن للفيرست انستراكشن لازم يستنى لحد ما الفيتش بتاع نيو انستراكشن يخلص. بمعنى ايه؟ في حاجه اسمها برانش بينالتي، زي ضرب الجزاء كده، بس بتتم هنا ليه؟ لو ان انت شغال في البروجرام وجالك امر برانش، برانش يعني انت هتجامب من مكان لمكان تاني، فجيت في المكان دوت كتب جامب من هنا لادرس 300 هكس، ففي الحالة دي هو كان الانستراكشن بتاع البرانش كان ابتدى ان هو يعمل له فيتش كود، وهو بيعمل له فيتش عمل جامب، فراح عمل فيتش تاني للانستراكشن الجديد اللي راح له، وبعد كده يبتدي يعمل اكزكيوشن في نفس السطر. ففي الحاله دي هو احتاج هنا اكسترا انستراكشن سايكل، يعني لما عمل جامب كان واقف في سطر، السطر ده كان بينفذ فيه فيتش واكزكيوت، لان هو عمل جامب من هنا على سطر جديد، السطر الجديد هيضطر يعمل فيه فيتش تاني واكزكيوت السطر للانستراكشن اللي فيه. يبقى في الحاله دي هياخد اكسترا انستراكشن سايكل، مش هياخد 1 ماشين سايكل في تنفيذ الاوامر. وهنا هنكتشف ان في بعض الاوامر بتاخد اكتر من 1 ماشين سايكل، في بعض الاوامر بتاخد اكتر من 1 ماشين سايكل، زي الجامب والكول والريتر، ممكن هي تاخد 2 او 3 او لحد 4 ماشين سايكل زي الجامب والكول والريتر، لكن في الباقي بقيه الانستراكشن بتاخد 1 ماشين سايكل بما فيها بعض الاوامر بتاعت البرانش اف نوت ايكوال مثلا بتاخد 1 ماشين سايكل. فعلى سبيل المثال لو حبيت اعرف الانستراكشن دي بتاخد كام ماشين سايكل، طبعا الحاجات دي مش حفظ، لكن
بيكون ليها لوك اب تيبل. امر لود ايميديت بياخد 1 ماشين ساعه، ديكريمنت 1 ماشين ساعه، اوت او لود هي دي مفترض انها تبقى اوت 1 ماشين سايكل، اد 1 ماشين سايكل، نو اوبريشن 1 ماشين سايكل، جامب 3 ماشين سايكل لان دي هنا لونج جامب، والكول برضو لونج جامب فبتبقى 4 ماشين سايكل، والبرانش اف نوت ايكوال. وركز في الحته دي، برانش اف نوت ايكوال هي بتاخد حاجه من اتنين، يا بتاخد 2 ماشين سايكل يا بتاخد 1 ماشين سايكل. طب دي بتعتمد على ايه؟ لو ان هو برانش دي يا اما هاي جامب، نرجع بقى تاني هنا، لو ان هو هاي جامب، لو هاي جامب لان الزد ايكوال 0 يبقى في الحاله دي هياخد 2 ماشين سايكل، لكن لو الزد ب 1 يبقى في الحاله دي معناها ان هي بقت قيمه ب 0، معناها ان هو مش هيعمل جامب، هيكمل الانستراكشن اللي بعد كده، فبيسميه هنا فولز، فولز ثرو، يعني هيعدي الامر بتاع البرانش ده مش هيجامب تاني، هيكمل بقيه البروجرام، في الحاله دي بياخد 1 ماشين سايكل. عشان كده مكتوب هنا 2-1، 2 يعني في حالة ان هو هيجامب، 1 في حالة ان هو مش هيعمل جامب على انستراكشن كده. طيب عايز السايز بتاع الريلي كود اللي احنا كاتبينه دوت، بيفترض ان احنا شغالين كريستال اوسيليتور 10 ميجا هرتز. ف 10 ميجا هرتز لما نجيب الماشين سايكل بتاعتها هتطلع 1.1 مايكرو سكند. define count equal r20، دي ما خدتش اي ماشين سايكل، جوه الديلي لود ايميديت كاونت 0xff، يبقى انت هتعمل لود على قيمه الكاونت اللي هي r20 ب 255 اوبريشن مره ثانيه، ديكريمنت الكاونت، وبعد كده برانش اف نوت ايكوال على اجين. يبقى من اول اجين هنا لحد اجين هنا هيبتدي يتكرر كم مره؟ دي بتاخد 1 ماشين سايكل، 1 ماشين سايكل، 1 ماشين سايكل، 2 ماشين سايكل. هيتكرر 255 مرة. باستثناء آخر عدة مش هيجامب فيكمل هنا، يبقى آخر عدة بس هينقص واحد. فهتبقى 5 في 255 بلس العدة اللي هنا بلس العدة بتاعت الريترن اللي هي بتاخد 24 سايكل. في ال 0.1 مايكرو سكند هيطلع 128 مايكرو سكند. طب واحد يقول لي ما العده الاخيره هنا بتاعت البرانش هو مش هيجامب، ده هيخرج على الريتير، يبقى مفترض تيجي من هنا بعد ما تضرب في 255 تطرح منها واحد لو هتجيبها بقى بالظبط، فهتطلع معاك 127.9 مايكرو سكند. طيب اوجد سايز بتاع الديلي اللي موجود فيه البروجرام دوت، كان كريستال اوسيليتور 1 ميجا هرتز. في الحاله دي هنعيد نفس البروجرام تاني اللي احنا شرحناه قبل كده، نعرف الستيت بوينت اللو هاي، و عمل لود لي ار 16 ونقلها على بورت بي، وبعد كده ندح الديلي، وبعد كده ايه على بورت بي كانه بيعمل كومبلمنت، وبعد كده نفس الديلي وبيرتيرن تاني على البيت. طيب جوه الديلي اللي ابتدى عند 300 هكسا عمل لود ل 255 على r20 ونو اوبريشن مرتين وديكريمنت قللها بواحد ل r20 وبعد كده برانش على اجين. فيبقى هنا دي بتاخد 1 ماشين سايكل، 1 ماشين سايكل، 1 ماشين سايكل، 2 ماشين سايكل، فبقت الاوامر جوه اي جوه الجامب المفترض ان هي تكون هنا 4، دي هنا تكون 4 مش 5، دي مكتوبه غلط منه لان انت الحاجه اللي بتتكرر معاك 255 مره اللي هم دول، سوري نو اوبريشن مرتين ما خدتش بالي منها، يبقى لا يبقى 5 زي ما هي مظبوطه، فتكون
no operation, one machine cycle, no operation, one machine cycle, decrement one machine cycle, branch if not equal two machine cycle, 5 255 iteration minus 1 minus 1 عشان العده الاخيره مش هتعد 2 ماشين سايكل، دي هتعد 1 ماشين سايكل لانها هتطلع الريترن. وبعد كده اجمع عليها الاربعه بتوع الريترن وال1 بتاعت اللود ايميديت، وبعد كده اضربها في ال1 مايكرو سكند هيطلع 1279 مايكرو سكند، يعني واحد وربع تقريبا ملي سكند. فطبعا التايم هنا مختلف عن التايم هنا لان ده بروجرام وده بروجرام، لكن الديلي ممكن يكون شبه بعض فيه شويه، بس ستيل هنا خد وقت اقل من هنا لان ماشين سايكل بتاعت كريستال اوسيليتور هنا بتاخد وقت اكتر من ال 10 ميجا هرتز. لو افترضنا ان احنا الكريستال اوسيليتور 1 ميجا 1 او الماشين انستراكشن سايكل 1 مايكرو سكند، يعني احنا شغالين 1 ميجا هرتز، عايزين برضو نحسب الديلي للسبروتين اللي قدامنا، يبقى في الحاله دي ديلي هنلود على ار 16200 وبعد كده هنلود على ار 17250 ونو اوبريشن، نو اوبريشن ديكريمنت ار 17 برانش اف نوت ايكوال هير. يبقى اول لوب هتكرر كم مره؟ هتكرر 250 مره، يبقى 5 في 250 ماينس 1. فحسبنا الديلي بتاع الجزء اللي هنا ده. طيب الخطوه اللي بعد كده في ديكريمنت تاني الار 16 وبرانش اوف نوت ايكوال لاجين، يبقى برضه هيخلص مع كل 250 عده هنا هيبتدي يرجع تاني في الاجين هيكاونت على دي، فهتبقى اللوب الثانيه اللي هي دي وبيكاونت قد ايه؟ بيزد على الار 16 اللي هي 200 عده. يبقى الديلي اللي ظهر معانا هنا هنضيف عليه كام ماشين سايكل؟ هنضيف عليه 1 2 4 فهنضيف عليه 4 ماشين سايكل، بس احنا لو عايزين نحسب الديلي اللي جوه فاروح اضرب الديلي اللي جوه في 200 اللي هي كررت 200 مره، وبعد كده هيروح يضيف الأربعة في 200 ضرب الأربعة في 200 الأربعة اللي اتكرروا هنا هنا وهنا وهنا ضرب الأربعة في 200 وبعد كده طرح منهم الواحد عشان في آخر عدة هنا هو هيدخل على ريترن على طول مش هيجام، في الحالة دي هيعد 1 ماشين سايكل. فجمع الديلي اللي ظهر من هنا على الديلي اللي حسبه هنا، يتفضل حاجة بسيطة جدا، يتفضل حاجة بسيطة جدا الديلي بتاع ريتير والديلي بتاع لود انستراكشن الأولاني، هنا أربعة وهنا واحد، يبقى مفترض يجمع خمسة ماشين سايكل كمان لو عايزين نطلعها بالظبط يعني، لكن ممكن يعمل لها نيجلكت. وتاني حاجة كان محتاج إن هو يأكد الديلي بتاع او الديلي بروجرام دوت اتكتب فيه كام بايت، فدي طبعا لازم يكون معاك كل انستراكشن بياخد كام بايت، فهم التوتال بتاعهم 9 انستراكشن، وبعد ما احسبها لان هي 22 بايت طبعا دي فور يور نون يعني مش مطالب بيها، في حاجات بتاخد 1 ماشين سايكل، حاجات بتاخد 2 ماشين سايكل، حاجات بتاخد 3 ماشين سايكل. ففي الحالة دي هو ابتدى يحسبها، لما جمعها لقى ان كل واحدة من دول بتاخد 2 بايت، فوصلت في النهاية اللي هي تبقى 22 بايت. لو حبينا نحسب الديلي للسبروتين اللي قدامنا، وكلمة سبروتين يعني حاجة روتينية بتتكرر باستمرار بتطلبها كتير في البرنامج، افترضنا كريستال اوسيليتور 1 ميجا هرتز، ف اللوب هنا بيبتدي من اول اجين وينتهي عند اجين اللي هي كام سايكل او كام انستراكشن، اللي هي تبقى 13 انستراكشن منهم واحد ديكريمنت يعني 12 نو اوبريشن بلس 2
وده كله هيضرب فيه 1 مايكرو سكند اللي هي 3000 مايكرو سكند، والنو اوبريشن تبقى 2 بايت انستراكشن. فهو هنا استعمل 16 انستراكشن في الديلي لوب، استعمل 16 انستراكشن في الديلي لوب. طبعا الديلي اللي ظهر معانا هنا كان 3000 مايكرو سكند، يعني بنتكلم في 3 مللي سكند. وال 16 انستراكشن دول الانستراكشن الواحد بيكون 2 بايت، فال 2 بايت دي معناها ان انت هتحتاج 32 بايت. فانت هنا استغليت مساحة كبيرة جوه الروم، كان ممكن ان انت تعمل يوتيلايزيشن مقارنة بالكود اللي كان مكتوب هنا، استعملت فيه بس 22 بايت والديلي كان اكبر. في الحالة دي ممكن ان انت تخلي الكود efficient و افضل عن طريق ان انت تقلل النمبر اوف بايت جوه الروم. مثال كمان لو حبينا ان احنا نكتب بروجرام عشان نتوجل كل البيت اللي موجود على بورت بي كل 1 سكند، عشان نظبط الديلي بتاع الثانيه هنا احنا شغالين على كريستال اوسيليتور 8 ميجا هرتز، فال 8 ميجا هرتز معناها ان الماشين سايكل 125 نانو سكند. عشان نوصل للديلي بتاع الثانيه فالمفترض ان هي تبقى ثانية على 125 نانو، 125 نانو في 10 باور ماينس 9، ونبتدي نشوف الريزلت اللي احنا محتاجينه كده. الريزلت ده مرة هنبتدي نكريت هنا كام لوب، بقى هنكريت ثلاثة او مش لوب، هنكريت كام ديلي جوه بعض. هنكريت اول لوب اللي هي لوب ثلاثة، ولوب ثلاثة دي هتبتدي تكاونت 250 مرة، وهنكريت اللوب اللي بعدها واللوب اللي بعدها تكاونت 200 مرة، وهنكريت كمان ديلي ب 32 تايم. فلما حصل ضربهم هيبقى 32 في 200 في 250، وجوه هنا دي هتاخد 1 ماشين سايكل 1 ماشين سايكل 1 ماشين سايكل 2 ماشين سايكل، يعني 5 في 125 نانو، هنلاقي ان هي تطلع مليار نانو سكند اللي هي تقريبا اللي هي هتبقى 1 سكند. طبعا هنا هنلود الرام اند هاي ولو على الستاك بوينتر، وهنلود 55 على الار 16، وهنكمبلمنت الار 16 وبورت بي خدت اللي جوه الار 16، وهنكول الديلي اندرسكور 1 سكند. يبقى في الحالة دي احنا ظبطنا الديلي بحيث ان هو يوصل ل 1 سكند. طيب هنيجي على شابتر 5 دلوقتي، هنتكلم على البين كونفجريشن بتاعت الميجا 32. هي بتكون 40 بين 40 بين، بيبقى فيها 4 بورت، في بورت A بورت B بورت سي بورت دي والجراوند والفي سي والجراوند والبي سي موجودين، وهيبقى فيه التو بين بتوع كريستال اوسيليتور والانالوج في سي سي والانالوج جراوند والانالوج ريفرنس، دي عشان انالوج موديول. طبعا في سيريز كتيره من الاي في ار، في حاجات بتبقى 8 بين، حاجات 20 8 بين، 40 بين، 64 بين، 100 بين. اللي احنا شغالين فيها ال 40 بين اللي هي ال 80 ميجا 32 او 60 او 16، فدي بتبقى فيها 4 بورتس بس. في حاجه زي 20 8 بين بيبقى فيها 3 بورت، بورت بي وسي ودي، بورت سي بيبقى 7 بين او 7 بيتس بس. العادي ان البورت بيبقى 8 بت 1 بايت،
فالنوع اللي احنا هنشرحه بقيه الكورس دوت هيكون 4 بايت او 4 بورتس، وكل بورت بيطلع على بيتعامل مع بايت، بس كل بورت متصمم ان بيكون متخصص له 3 انبوت اوتبوت ريجسترز، اللي هي بورت والدي دي ار اللي هي الدايركشن بتاع الداتا، الداتا دايركشن ريجستر، والبين دي اللي هي البورت انبوت بين. دي في حاله الانبوت بنستعملها ونشوف فايدتها. فكل بورت ليه 3 ريجسترز، وكل بورت 3 ريجستر بتوع ليهم 3 ادرس مختلفين جوه السبيشال فانكشن ريجستر. طبعا البورتس اللي احنا بنتكلم عليها بورت اي او بي او سي او دي، ممكن احنا نتعامل معاها ان هي انبوت اوت، ممكن ان هي يحصل لها كونفيجريشن ان هي تكون انبوت او اوت. بس في حاله ان احنا هنتعامل مع البورت ان هو اوت، ففي الحاله دي لازم نكونفيجر البورت ان هو اوت، عن طريق ان احنا نكونفيجر الداتا دايركشن ريجستر ان هي بتكون كلها 1. فلما يكون كلها 1 في الحاله دي احنا بنعرف ان البين كلها بتكون اوت. load immediate R16 0xFF، فاحنا هنا نقلنا 255 على R16 وبعد كده نقلناها على ال DDRB. ففي الحالة دي عملنا configuration لبورت B ان هي اوت بورت، وبعد كده هنبعت 55 على بورت B، يبقى احنا كده اتعاملنا مع بورت B ان هو اوت، عرضنا عليه قيمة 55 وندهنا على الديلي، وهنبعت AA على بورت B وديلي تاني و relative jump على 2-1 او L1. لازم نأكد ان طول ما ال DDR اللي هي data direction register ما هياش ب1، ففي الحالة دي البيانات عمرها ما تظهر على البين بتاعت ال AVR. في الحالة دي لو بصينا كده جوه ال AVR وبره ال AVR، جوه ال AVR في ال data direction ريجستر لما يكون ب1، فهنا دوت 3 ستيت بفر كانه بيكنترول او بيشغل بفر بحيث ان هو يعرض اللي هنا على الاوت، يخرج يظهر على الاوت بين. لكن لو ان هو بزيرو يبقى في الحاله دي هتعامل مع البين هي انبوت، ودي لسه هتتشرح قدام شويه. كان احنا بنريد، طيب هنيجي على الريجستر بتاع البين ريجستر، ودي وده بنستعمله في حاله الانبوت لما نيجي نريد الانبوت. بس جوه كل بين في بول اب ريزيستور 10 كيلو اوم، ممكن نعمل لها اكتيفيشن ممكن ما اعملهاش اكتيفيشن. ممكن اعمل لها اكتيفيشن عن طريق ان انا اخلي البورد واحدد رقمه ان هو 1، يبقى في الحاله دي كلوزد، فبقت بول اب ريزيستور activated، او ان انا اخليها بزيرو في الحاله دي بقت دي activated، وفي الحاله دي ما بقتش بول اب ريزيستور لكن بقت هاي امبيدنس يعني اوبن سيركت. فعشان نشوف برضو البين ريجستر بيشتغل ازاي، ان انا استعمله في اعمل بيه انبوت للداتا، لو عملت كلير للداتا دايركشن ريجستر لبورت سي، في الحاله دي اتعاملت مع بورت سي ان هو انبوت بورت، واف اف على بورت 16 ونقلتها على بورت الداتا دايركشن ريجستر لبورت بي، في الحاله دي هتعامل مع بورت بي ان هو اوت. ونقلت البن لبورت سي على ريجستر 16، يبقى في الحاله دي انا بريد اللي جه على الانبوت على ريجستر 16، بريد الداتا من بورت سي واحطها على ار 16، وبعد كده هلود على ار 17 5، وبعد كده هجمع 5 على القيمه لان هو هنا كان طالب ان انا هجمع القيمه اللي انا هقراها من على بورت سي، اجمع عليها قيمه 5 وبعد كده ابعتها على بورت بي واوت على بورت بي.
هبعت ال R16 على بورت بي، وبعد كده ريلاتيف جامب على جي 2 هرجع تاني الود القيمة اللي انا قريتها واجمع عليها 5 وابعتها على بورت بي. في الحالة دي احنا ما عملناش اكتيفيشن للبول اب ريزيستور، لكن لما نحب نعمل لها اكتيفيشن، لما نحب نعمل لها اكتيفيشن فلازم نعرف هنزود بقى. يعني احنا هنا تعاملنا مع ال دي دي ار وتعاملنا مع البن دي دي ار سي والبن سي، فناقص ان احنا نزود عليهم، ناقص ان احنا نزود عليهم البورد سي. لو ان انا عايز اتعامل يبقى في بول اب ريزيستور انيشاليزد جوه البورت، يبقى في الحاله دي لازم اخلي البورت سي ب1، يبقى لازم نكتب 1 جوه البورت سي ريجستر. يبقى في الحاله دي هعيد نفس البروجرام تاني، بس ازود هنا ار 16 اللي هي اف اف هنقلها على بورت سي، يبقى انا عملت كونفجريشن بول اب ريزيستور عند البورت سي، خليتها اكتيفيتد. البن ريجستر الرول بتاعتها مع البورت لما بتكون بوان فمعناها ان البورت اوت على طول. في الحاله دي لو هنا 0 هيخرج 0، لو هنا 1 هيخرج 1. طيب لو كانت 0 معناها ان هي انبوت، بس انبوت ايه؟ انبوت بهاي امبيدنس يعني اوبن سيركت، ولا انبوت ب بول اب ريزيستور؟ فدي برضو بتتحدى عن طريق البورت، الفاليو بتاعت البورت. طيب البورتات اللي عندنا، في بورت A بيبقى 8 بن من A 0 لحد A 7، وال DDR A بيتعامل او بيكنترول البورت اذا كان هيبقى انبوت او اوتبوت، 1 هيبقى اوتبوت، 0 هيبقى انبوت. لو حابين ان احنا نتوجه الفاليو على بورت A في الحاله دي هنلود اف اف على ار 16 وهنقلها على دي دي ار اي، فعرفنا بورت اي ان هو اوت بورت، وهنموف 55 ار 16 وهنقلها على بورت اي، وبعد كده هنكول ديلي، وبعد كده نرجع تاني نبعت اي اي على بورت اي والديلي. لو تعاملنا مع بورت اي ان هو انبوت يبقى احنا هنزود 0 0 على ار 16 ونبعتها على دي دي ار اي، ففي الحاله دي عملنا كونفجريشن لبورت اي ان هو انبوت ونو اوبريشن، وبعد كده هنموف جوه البين A القيمه اللي موجوده على بورت A، هنبتدي نعمل لها ريد على ار 16، وبعد كده نرجع تاني لها جوه الماي تمبريتشر مثلا اللي احنا مسجلينها جوه 0 اكس 100. نركز بس في الحتة دي، فيها تفصيلة بسيطة جدا. اتفقنا ان كل الاوامر جوه الـ AVR بتاخد 1 ماشين سايكل باستثناء بعض الاوامر بتاعت البرانش والكول. بس في العادي البورت هنا احنا معرفين ان هو انبوت، فلما نيجي نريد الفاليو الجديده اللي موجوده على بورت A فلازم ندي قبلها ديلي ب 1 ماشين سايكل اللي هي النو اوبريشن. طب ليه الديلي بتاع ال 1 ماشين سايكل بتاع النو اوبريشن؟ عشان يكون حصل له بفرنج او يبتدي يكون خد وقت كافي عشان هو يبتدي يقرا الفاليو اللي على بورت A ويبتدي يدخلها يسجلها على ريجستر 16. لكن لو ما كتبتش النو اوبريشن قبل عمليه الريد، ففي الحاله دي هتلاقي ان هو بيريد القيمه اللي كانت خارجه على البورت، مش هيكون لحق ان هو ياخد وقت كافي عشان هو يبتدي يريد الابديتد فاليو على البن. طيب بورت B نفس الكلام، بنفس الانستراكشن، بنفس المثال دي دي ار بي لما تكون ب 0 اكس اف اف، يبقى في الحاله دي عرفت ان هو اوت،
وتوجل عليه البيت اللي عندك، ونفس الكلام النتيجه تعمل ان هي برضه انبوت. طبعا بورت اي وبي ده احنا دلوقتي بنتعامل معاهم ان هما ديجيتال انبوت اوت بين، ونفس الكلام هنا برضه في الريدنج، لكن ليهم سبيشال فانكشن هنشوفها في محاضرات قادمه ان شاء الله. كذلك بورت سي 8 بت بنفس الكونفيجريشن بتاع بورت اي وبي، ولو حابين ان احنا نتعامل معاه ان هو انبوت نفس الكلام لبورت دي، من بورت دي 0 لحد بورت دي 7 موست سيجنفكت بت اللي هي دي 7 واللي سيجنفكت بت اللي هي دي 0. ولما كنا حابين برضه نعمل توجل على البورت بنفس الطريقه، وبرضه لما نتعامل مع بورت دي ان هو انبوت برضه بيكون بنفس الطريقه، ولازم نكتب نو اوبريشن قبل الريدنج في الانستراكشن وقبل ما نسجلها جوه الميموري. فده كان السيكشن بتاع النهارده او الجزء بتاع المحاضره بتاعت النهارده، ولو في اي سؤال الناس تكتب لي على التيم. شكرا.